خرج منتخب الجزائر من سباق التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارته أمس على ملعبه أمام زامبيا بهدف نظيف، وأبقى هدف باتسون داكا الزامبي في الشوط الثاني على آمال زامبيا في التأهل بعد أن تحققت انتصاراتها الثانية في 4 أيام على الجزائر التي بلغت دور 16 في كأس العالم 2014 بالبرازيل. تحتل زامبيا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية بفارق 3 نقاط خلف نيجيريا، ويجب عليها الفوز على المتصدر الشهر المقبل حتى تحتفظ بأمال التأهل لكأس العالم لأول مرة. وأهدر رياض محرز أفضل لاعب إفريقي ركلة جزاء للجزائر في الشوط الأول بعدما تصدى الحارس كندي مويني لمحاولته.